تطلعي يلا. كل الحلوان آخر شاب وشيرلين تزوجوا. شو بك يا كهران؟ ليش هيك عم تعمل؟ كهران أنا عن جد آسفة، آسفة كتير. بعرف إنك مزعوج مني وإنك معصب كتير ويمكن مو قدران حتى تشوفني لأني ما قدرت أعمل شي. بس اسمعني اسمعني شوي. تقرير شيرلين أنا جبته من المخبر، تتذكر؟ قبل ما أطلع من المخبر خبرتك إنه معي تقرير حمل شيرلين. طلعت وعم استنى سيارة، وقفت كتير لأجت سيارة، ولما كنا على الطريق لنوصل سيارة تعطلت مو هيك؟ صدقني إنه السيارة تعطلت. أنت بتعرفي إنه كنت عم بستناكي هون مثل المجنون؟ دقيت لك كتير على الموبايل ما رديت علي. آه كان بدك توصلي لهون بسرعة وبدك توقفي العرس، ما كان بدك العرس يتم، مشان هيك وقت السيارة تعطلت اجيتي لهون مشي، صح؟ ايه ركضت وضليت كتير عم اركض مشان وصل لهون. وبعدين شو صار؟ انا جبت التقرير وكنت جاي على الطريق لحتى اشوفك. بس دقيتي بشيرلين صح؟ ايه. بس انت كيف عرفت بهالشي؟ كيف عرفت كهران؟ لاني بعرف اتوقعك. يلا كل الحلوان. شو عم تعمل انت كهران؟ شو جنيت يعني؟ انا بعرف كتير منيح انك مزعوج مني كتير، وبعرف بعرف كمان انك معصب، بس انا كمان متضايقه من حالي كتير لاني ما قدرت اوصل لهون على الوقت. بس انت معلش تسمعني للاخير، بترجاك لا تتصرف مثل شيرلين. انت اكيد بتعرف اني كل الوقت كنت ضد هذا الزواج، ما عم بقدر اتقبل حقيقة انه هن تزوجوا، بس هذا الشيء صار وما حدا قدر يعمل شيء وما حدا مبسوط فينا، لا انت ولا انا حتى. ليش هيك عم تعطيني الحلوان تبع عرسهم؟ ليه؟ رغم انك بتعرف انه شيرلين هي حامل. بعرف هالشيء، هي حامل بابن حدا تاني غير اخي، انا بعرف. وكان بدنا نوقف عرسهم، مو انت كنتي على الطريق؟ وبما انه هيك ليش تأخرتي؟ نحنا ما كان بدنا هالزواج يتم، التقرير اللي كان معك كان ممكن يوقف هالزواج، كان المفروض تجيب التقرير وتجي لهون، وهيك بيكون فينا انه نمنع ريشاب وشيرلين من انه يتزوجوا. انا كنت عم بستناكي بس انت ما اجيتي، وبالاخير ببساطه اخي تزوجها لشيرلين. ضليت عم بستناكي ودقيت لك اكثر من مره، ضليت كل الوقت عم فكر انك رح تجي وتجيبي هالتقرير لك، كنت واقف قدام الباب بس ما اجيتي. شيرلين صارت كنت هاي العيله وهالشي بسببك، عم تفهمي؟ أكتر حدا أزاني وهاني هو أنت يا بريتا، وأنا فضحت قدام كل العائلة بسببك. أنا بتشكرك لأنك أنت اليوم خذلتيني، أنت خذلتيني.